بقول لك ايه يا ماي كابتن، معلش يعني سامحني، انا كنت بسال على حاجه زي فندق او اوتيل بس يكون في الرخيص تحت اندر اندر اندر. يعني بانيمايو فاهمه ازاي ده؟ اه بص، انا عايز اوتيل يبقى بص شايف دي اندر 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 على قد ما تقدر. انت بنوجد شكلك فهمت. ما. انا بقول شكلك كده ابن بلد زي حالاتنا. فين بقى؟ ايه دي زمنون؟ ايه دي زمنون؟ وانت بقى مجال عملك ايه؟ افهمها له ازاي دي؟ وركك يعني مجال العمل، يعني مثلا مجال الرياضه، مجال الصناعه. شكلك طالع من سته. ما تيجي ناكل لقمه مع بعض بقى عشان يبقاش وملح. ومين اللي هيترمي؟ يا جدع تعالى عيب، ده اخوك برنس في مصر ما يصحش. يا اوتشيز لا لا وربنا انت جاي، لا انت بخيل ولا ايه يا عم؟ تعالى بس تعالى بس. صدام. جيت ناخد زادي بارن. طب ما انت جعان، امك كنت معاصلك ليه؟ بوكا جاني كيس. بيت امك. والله وحشني اني بني مات باروسكي. نعم. لما انت مش لاقي تاكل كده ومتحرط قاعد تلوك في التليفون ليه؟ ما بيرزواني رود، ده بيزو ده تبيع. بيرزواني. بقول لك ايه؟ الاوتيل بعيد. اوتيل؟ بعيد. اوتيل. اه. اوتيل. يلا يلا. طبعا. بس انت شكلك جدع. صنف بلد زي حياتي. طب مودينا على فين يا عم انت؟ الاوتيل قرب ولا لا؟ المنطقة دي عارف عاملة زي الأبجية، عندنا برضو الأبجية نظامها كده. بس هنا أنضف حبتين، احنا لو نضفنا عندنا نبقى كده برضو. تعرف ياض، لو انت بقى جبت لنا كمان شغل تبقى ابن كلب جزمة لعيب. اسمك ايه؟ أنا اسمي البرنس. أنا اسمي كوكو. أنا. برنس. كوكو. كوكو؟ كوكو. كوكو واو كوكو. عسل انت يا كوكو. الله، انت عامل لي كمين بقى يا كوكو؟ لا مؤاخذة يا رجالة، أصل أنا مش من المنطقة هنا، يعني أنا جاي بدور على سكن وبتاع. وكوكو